السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بمتابعينا الكرام ومرحبا بزملائنا الأعزاء. نتكلم النهاردة في فيديو جديد من فيديوهات البكتيريولوجي وبالأخص الأنتيبيوتكس. هناخد نبذة كده شورت نوت عن بعض الساينثيتيك دراجز، الساينثيتيك أنتي ميكروبيال دراجز، وهناخد برضو بعض الانتي فانجل دراكس. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. اول حاجة معانا الساينثيتيك انتي بكتيريال دراكس. أول واحدة اللي هي السلفونامايدز، وأكيد كلنا عارفين السلفونامايدز أو السلفا دراجز. تمام، السلفونامايدز أو السلفا دراجز، ودي يعتبر من الفيرست أنتي ميكروبيك دراجز، الفيرست أنتي ميكروبيك دراجز. بعد كده عندنا السلفا ايزوكسازول. تمام، ودي بيستخدموها في علاج الشيجيلوزيس. تمام، الشيجيلا. تمام، وفي اليو تي اي يورين تراكت انفكشن والبروتوزوال انفكشن. يبقى السلفا ايزوكسازول دي دراجز. تمام، used in treatment of shigellosis و urinary tract infection و protozoan infections. عندي بعد كده السيلفر سلفا ديازين. السيلفر سلفا ديازين، تمام، سيلفر سلفا ديازين، ودي بيستخدموها في التريتمنت بتاع البيرنس و الاي انفكشنز، البيرنس و الاي انفكشن. تعالى بعد كده في الترايميثوبرين. تمام، ودي بتي gives in combination with sulfamethoxazole في ال UTI ال urinary tract infection، ودي شفناها لما كنا بنعمل الجروبس بتاع الديسكس بتاعة ال urine cultures more way less than 18 years old. ف trimethoprim. تمام، وبتعمل كومبينيشن مع السلفا ميثوكسازول. تمام، وبنستخدمها في اليورين تراك انفكشن، ودي بنحطها في من ضمن الديسكس بتاعي الكالشر يورين كالشر سيستم. بعد كده دراجز تو تريت فانجل انفكشن. انا عندي بقى كنا بنتكلم الفتره اللي فاتت دي عن الانتيبيوتكس اللي بتعالج البكتيريال انفكشن. تمام، انا لو عندي فانجل انفكشن، انا كنت في البكتيريال انفكشن بدي انتيبيوتكس اللي هي جايه من الفانجل اساسا، يعني البنسلين ده فانجل والسيفالوسبورين ده فانجل. تمام، والستريبتومايسيس فانجل. طب تعالى دلوقتي انا عايز اعالج الفانجل نفسه. تمام، فبعمل ايه؟ عندي في مشكله لما اجي اعمل دراج يقتل لي الفانجل سيلز، في مشكله لان الفانجل سيلز هي يوكاريوتيك سيلز زيها زي الهيومن سيلز. فالاكشن بتاع الدراج على الفانجل سيل هيبقى هو نفسه على الهيومن سيل. يعني انا لو مشيت بنفس الميكانيزم وجبت انتي فانجل برودكت هدي للبيشن عشان يوقف لي البروتين سينسيس او الجايريز انزيم او السيل بيعمل رابشر للسيل ممبرين بتاع الفانجل سيل او يبوظ لي الايه عمليه البروتين الفانجل بروتين سينسيس. هو هيبقى نفس الاكشن على السيلز بتاع البيشن نفسه. فهي دي مشكله كبيره قابلت العلماء وهم بيعملوا الايه انتي فانجل. انتي ايه فانجل. سو لذلك تو سو ايجنت توكسيك، الايجنت ده توكسيك تو فانجس، اولسو
capable to harming human cells. تمام؟ هيأثر على human cells ايه؟ برضه. طب تعالى نشوف. Few antifungal drugs are developed. طيب هما وصلوا بقى في الاخر اللي هما عملوا ايه؟ عملوا antifungal drugs. تمام؟ ما بتأثرش على الايه؟ الهيومن سيلز او تأثيرها خفيف. تمام؟ عندي الانفوتيرسين وعندي الجريزيوفولفين وعندي الازولز وعندي الفلوسايتوسين طيب تعال نشوف ال بعد كده ايوه تمام كده عندي اول واحد كلمنا عنه هو اللي هو الانفوتيرسين ماله الانفوتيرسين ده الانفوتيرسين a structure that mimics the lipids most versatile and effective بيأثر الانفوتيرسين بيأثر على ايه الانفوتيرسين انتي فانجل بيأثر على الليبيد بتاع الفانجل سيلز وطالما على الليبيد يبقى يأثر على السيل ميمبرين طيب تعالى بيستخدموه ايه توبيكال يعني ظاهري على الجلد تمام to treat infection with candida albicans الإصابة السطحية بتاعة الكانديدا البيكانس طبعا الكانديدا فانجس تمام وإيه تاني يستخدموه في إيه تاني injected in systemic treatment as nystatin يعني ممكن نتاخد كانجكشن في السيستميك كيسز تمام وبالمثال على كده النيستاتين تمام ده يعتبر سطح تمام تعالى توبيكال اند اورالي يعني ممكن يتاخد توبيكال ظاهري او سطحي تمام او بالفم اورالي يعني بالفم كده خدت نبذه مختصر اللي هي يعني بتديك ايه هو الانفوتيرسين ده وانت شغال تمام لو انت استخدمته في الفانجل كالتشر تمام هي معلومات مش هتفيدك او في الشغل بس تبقى عارف انت شغال في ايه طيب الانفوتيرسين ده ما يتاخدش الا تحت اشراف طبيب جريزيو فولفين تمام ده انتي فانجل برودكت سبيشالي اكتيف ان سيرتن ديرماتوفايت مهم جدا في الايه ديرماتوفايت تمام على الديرما ديرماتوفايت للجلد ديرماتوفايت انفكشنز تمام عدوى الجلد جريسيو فولفين زي مين زي حالات الاثليتس فوت الاثليتس ايه فوت يعني القدم الرياضيه دايما الرياضيين بتلاقي رجليهم كده ايه فيها فانجس كتير تمام فبيستخدموا جريسيو فولفين تعالى بيقول لك ايه بقى deposited in the epidermis nails and hairs بيترسب في الابيديرمس تمام وفي الاظافر وفي الشعر should be used only in severe cases بيستخدم في الحالات الشديده فقط تمام تعالى بعد كده هننزل على الايه الازولز ايه هي الازولز يا شباب الازولز هي synthetic drug ended with azole تمام اللي بتنتهي بكلمه زول broad spectrum مجالها واسع زي مين زي الكيتوكونازول والمايكونازول تمام كيتوكونازول والمايكونازول تمام دول topical ظاهري وكمان systemic زي في حالة الإصابة بالأسبرجيلوزيس في حالة الإصابات الأسبرجيلوزيس طبعا عارف إن ممكن بعض الناس الأسماء دي غريبة عليها شوية بتاع الأثليتس فوت والأسبرجيلوزيس والنستاتين والكانديدا تمام في كورس ميديكال مايكولوجي هنبدأ فيه إن شاء الله بعد ده بإذن الله تمام فهنا الأزولز من ضمن أمثلتها الأسبرجيلوزيس وهي ممكن سيستميك وتوبيكال وبعض الدراجز زي الكيتوكونازول والمايكونازول طيب تعالى بعد كده
عندي الفلو 60. الفلو 60، الفلو 60 ده هو انالوج اوف سايتوسين، تمام؟ مثال على الاستخدام بتاع الفلو 60 عندي الكيوتينيوس مايكوزيس، تمام؟ ان كومبينيشن مع ويز امفوتيريسين، بنستخدم الفلو 60 مع الامفوتيريسين، تمام؟ فور سيستميك مايكوزيس، بنستخدمه في حالات السيستميك ايه مايكوزيس which resistant to فلو 60. يعني انا عندي حالات سيستميك مايكوزيس بتقاوم الفلو 60، بروح واخد مع الفلو 60 الانفوتيريسين واستخدمه في الحالات اللي بتقاوم الفلو 60 ديت، اللي هي من ضمن حالات السيستميك مايكوزيس. بيعمل ايه الفلو 60؟ بريفنت ذا ريبرودكشن، يعني الاكشن بتاع الفلو 60 ان هو بيمنع الريبرودكشن بتاع المولد او الفانجس، تمام؟ عفوا. وبكده نكون خلصنا الفيديو ده، واتمنى الناس تكون استفادت، واعذرونا لعدم الامكانيات في التصوير، يعني احنا شغلنا بدقي شويه. اتمنى بس الناس تكون بتستفيد ولو حتى 10% من المعلومات اللي موجوده في الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.